طبعا كلنا بنتمنى يكون موجود في حياتنا صاحب الجدع، الصاحب اللي تلاقيه دايما جنبك في كل مواقف، الصاحب المحترم، الشخص الناجح في حياته اللي انت عارف ان مجرد وجوده في حياتك هو هيفيدك اصلا في حياتك كلها. بس السؤال الاهم هنا، هل انا صاحب الجدع ده؟ يعني هل انا فيا المواصفات اللي انا بدور عليها في الناس؟ يعني هل انا لو صاحب لحد الصاحب ده هيشوفني انا صاحب الجدع؟ لو الاجابه اه فانا هلاقي الشخص ده بكل سهوله، لو الاجابه لا يبقى انا لازم عشان اوصل للشخص ده ان انا ابدا التغيير من نفسي، انا ان انا ابدا ان انا اشوف المواصفات اللي انا بدور عليها وابدا اخليها موجوده فيا انا.